بشوفها فيه مع تمام. مستمر ومستمر لقائنا مع النجمة هالة القصير. هلا كنا عم نحكي عن الأغاني وتحضير الأغاني وهيك، هلا بدنا نحكي على شيء لفت لي نظري. تفضل. بنوتك صايرة صبية ما شاء الله، حياتي الله يحميلي يا بس كتير حياتي. كتير بحسك يعني مثل اللي شايفتها وحاطيتها، لا مو مصدقة، حاطيتها بأيقوني إنه هي ملكي يعني عن السوشيال ميديا. هذيك المرة لما كنا بحفل تكريم الكبير مياد احنا واللي كنا عم نحكي عنه، لفت لي موقف انه هي كانت طالعة من الحمام، انت كنتي تعالي صوري انه تعالي صوري. ايه ما بتعرف انا المصور طبعا. ايه يعني هي بنتي تركت الدنيا كلها وتركت الصحافة والاعلام انه انت عندك حفلة، الواحد لازم يكون متوتر انه لا بدي صورها. هلا انا اذا بتسالني سؤال تاني، شو اللي بيسرقك من الفن؟ انا انت بتعرف تمام نحن عايشين بنفس البلد، انا انا ظهوري قليل يعني بإيفنتات وقصص شوي مقلة، حتى بسفراتي لخارج البلد يعني لما بكون في عندي سفرة طويلة بلغية، مع أنه بنتي هلأ عمرها 18 سنة، بس أنا عايشة عمرها 10 لا عمرها 18 سنة بنتي هلأ وعم تدرس حتصير طبيبة تغذية على أمل تنحفني. المهم عايشة حالة الأمومة اللي أخذت لي 90% من وقتي وبحبها لهيدا الحالة وبعشقها، وعايشة مع بنتي كل تفاصيل حياتها وشايفتها هي كنزي بالحياة وهي الشيء الأبقى بالحياة. فيعني أصلا أنا عايشة حالة توازن لأنه هي بحياتي الله يخليها. طيب ما بتحسي هذا يعني مو تعلق، تعلق أي أم بتتعلق ببنتها، بس يمكن لانه انت ما عندك غيره او ما جر يعني ما جبتي ولد ثاني، ما بعرف ما جربت يكون عندي ولد ثاني، او يمكن انت ما بتخافي انه هذا الشيء مثل ما بيقولوا يفسده. والله هو يمكن فاسده بطبيعه الحال. يعني بس هي مثل ما انا متعلقه فيها هي متعلقه فيني، تعلق رح يكون هذا، بس ما بتخافي هذا الدلال الزايد انه يخلق منها شخصيه متكله؟ لا انا مدللته، بس بنفس الوقت في نحن عندنا كل يوم عندنا ساعه زمن بنقعد نحكي فيها بعقل واعي وبمنطق وببنتي كتير حدا واعي وحدا، هي طلعت من الأوائل على فكرة بالإمارات، حدا كتير قد المسؤولية. هي صف بكالوريا كان هاي السنة شهادة؟ لا هي السنة صارت بالجامعة. آه جامعة؟ ايه ما عم قلك هلأ عم تدرس تغذية، قصاص تغذية. ايه فهي حدا بيحمل المسؤولية لما بتكون جنبي، هي طفلة لما بتطلع على العالم الخارجي، هي يعني أنثى ناضجة ومتحدثة ولبقة ومهذبة وخلوقة. أنا جاني تليفون من مدرستها، يعني بتذكر ساعتين وأنا أبكي بحقيقة. أنا كتير قليل أبكي، قد ما صارت المس تحكي لي إنه بنتك عن أخلاقها وشخصيتها وصفاتها وهيك. سيت التربية اللي ضحتي فيه ما ضاع. فعلا الله يحمي لي إياها ويحمي كل، الله يخليك اياها ودائما تشوفيها هيك مثل ما بتتمني. حتى بتشاركي تفاصيل حياتها اكثر من تفاصيل حياتك على السوشيال ميديا. يعني انا بشوف انه هي بتطلع لي مثلا، انا بقلب على السوشيال ميديا بتطلع لي بنتها اكثر من بتطلع هي. هي لانه مو كثير بتحب، يعني بتقلي انه ماما مثلا، يعني مرات بتخجل انه مثلا تنزل تفاصيل انا بشوفها فيها روحانيات. يعني انا ماني حابه اعرض بنتي قد ما حابه اعرض الحاله اللي هلا عايشتها. هذاك اليوم نزلت بنتي، كنت انا وياها اكتشفنا منطقه هون حديقه، بنتي كثير بتحب الطبيعه، فقاعده عم بتنط هيك مثل الطفله الصغيره، فصورتها نزلتها عندي انه انا هيك شوفوا هي البنت اللي عمرها 18 سنه عايشه هي حاله الطفوله، عندها هي الطاقه. فاي يعني بحب شارك المتابعين انه هي فرحتي بالحياه، شوفوا ما احلاها. هي انا بحس انه انت لحتى كبرت وقررت انه تظهر لحتى تعطيها، لانه أكيد. يعني انا بتذكر من قبل ما كنت تطالعيها ابدا. صح هي كانت رافضه هذا الموضوع فعلا، انا بحترم رغبتها. يعني هلا هي ما عندها مشكله، بس انا قد ما بقدر بدعمها وبشجع، ما عندي مشكله يكون لها ظهور على السوشيال ميديا، يعني لانه هي بالنهايه هذا الفرع اللي فايته فيه بده شهره. طبعا لازم هي تكون، وبعدين هي فاتت بتجربه كثير مهمه لحتى اختارت هذا الفرع. بنتي نزلت 24 كيلو بست شهور، تحديت حالها يعني، وبكورونا الناس كلها كانت عم تسمن، هي ست شهور كانت منزلة وزنها 24 كيلو، صار جسمها مثالي، فصار عندها خبرة بهذا المجال، بتقعد تحكي لرفقاتها وهيك انه هي كيف حلو. شو عملت وشو احتاجت وشو بدها إرادة وشو الأكل اللي تاكله. فوقت اللي بتحكي عن هذا الموضوع بتحكي باستمتاع، لما بتقرا شيء بخص العلوم الصحية بتقرا باستمتاع. فحسيت أنا انه هذا الفرع بيناسبه، بيناسب شخصيتها، وهلا لازم تقوي حالها
على السوشيال ميديا، لانه انت بتعرف تمام احنا وصلنا لزمن لحتى تنتشر انت لازم تكون على تواصل مباشر مع الناس من خلال مقاطع يعني حتى يوم طلعت لي عمليه انف طلعتيها انه طلعتيها يعني لا انا بوقتها كان بيهمني لانه انا كنت عم شجع الطبيب يلي عم بيعمل لها العمليه، وطبيب كثير شاطر بدي وجه له تحيه دكتور زين عفيف. يعني انت عملتي له داعي للطبيب يعني مو داعي انه شجعتي. ليش؟ لانه انا حاطه روحي بين ايدي، يعني انت بتعرف شو جيجي هلا بين ايدين دكتور وبين جعام وهيك، فقديش انا واثقه فيه ومؤمنه فيه. هي من زعجت من هذا الموضوع؟ هي عم بتطالب فيه، كانت صار لها فتره. لانه لما نشرتي على السوشيال لا 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 بنتي كثير متصالحه مع حالها، بنتي بتنشر صورها من دون فلتر من دون يعني عم ما شاء الله مثل القمر الله يخليك. دخيل قلبك يعني هي واصله لهي المرحله، ما انا من هدول البنات معلش يعني السخيفات اللي بيهتموا بالمظاهر، لا 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 بنتي كثير يعني عيب احكي عنها، بس هي حدا راقي لكل ما تحمل كلمه بمعنى. مع انه اللي بيشوف الدلال بيقول هنا هي بنت رح تطلع مفسوده. ما لها علاقه. كيف ما لها علاقه؟ يعني هي حاسه انه انا مدللتها، وانا بيطلع لها انه هي انا رفعت لها استحقاقها بنفسها اذا انت عم دارس علم طاقه. يعني انا هلا بنتي بتحس حالها انه هي بتستاهل كل شيء حلو بالحياه لانه امها مقدمت لها كل شيء. انا بنتي ما انا مضطره تروح هلا معلش بعمرها انه تحب وتعشق ويكون في حاجه عاطفيه لوجود شخص بحياتها. ما انا حاسه هي الحاجه. طيب بس انت ولا ابوها كمان نفس الدلال؟ اكيد هلا انا اكثر ابوها شوي جدي. ابوها لانه بما انه دكتور صحيح هو بحبها كثير، يمكن بحبها اكثر مني، لكن طريقه تعبيره مختلفه عني. يعني انا اوفر عرفت، هو لا هو بقى الركازه دكتور، وهي معه مختلفه غير لما بتكون معي. يعني بتقعد معه انا بتطلع فيه هيك شو بحسهم اثنين دكاتره بقى هو. ايه عندي غير موضوع وقت اللي تكون انا وياه. وهو كيف لما بشوفك عم تدللي لك الهدله؟ بينبسط كثير طبعا، هو يعني بيقول لي انه انت ام مثاليه، يعني انا مبسوط انه بنتي هيك عندها ام عم تعطيها كل هالعاطفه وكل هالحنان، ووقت اللي انا بشوف شيء غلط بحياتها اكيد انت ما تتوقع هي الام الحنونه انها او يلي بتدلل انها تكون يعني تتهاون، لا ابدا. هلا كنا عم نحكي انا وياك على موضوع انه دائما في اشاعات حول علاقتك مع زوجك، دائما في اشاعات انه انتم منفصلين وما في ما بعرف ليش يعني يمكن لانه انتم ما بتطلعوا السوشيال ميديا ولا يعني ليش؟ لازم نحن نطلع على السوشيال ميديا. هو بغير عالم اساسا، يعني هو طبيب وانا فنانه. ما مطلوب انه انا وياه نطلع يعني حتى ما بتظهروا ابدا مع بعض. ما هلا شوف انا قلت لك انا اصلا قليل ظهوري. بتسائب انه هلا هو ما بيحب كثير الجو الحفلات بصراحه، بس بذا فويس كان معي عم بغني له بالبيت. ما بيحب الغني كمان. لا انتوا عكس بعض. بحب الغناء الغربي، هو جيجي بتغني له بقى. انتوا عكس بعض. مع انه وقت اللي تعرفنا على بعض هو حبني من خلال صوتي. كيف حبك؟ هات لشو هذا يا سيدي من لأ انت كنت رايحة اعمل درسي، هو طبيب اسنان ف عم يساوي لي درسي وبلش بقى يسالني انه انت من الحاره؟ قلت له ايه. قال لي ما شاء الله شكلك اجنبي. هو على فكره ما بيحكي هيك ابدا. المهم هيدا كان اول حديث، بعدين انا صرت اسمع هو شو عم بيسمع. هو عم بيسمع كان فرنسي، شيء يسمع موسيقى كلاسيكي، يعني ذوق وراق. انا لاني فنانه اللي بتذوق الفن بشوفه بقى منظور مختلف. انت طلع فكره انا بغني. قال لي والله طب سمعينا شيء. قلت له بكره ايام الشرايط بقى الكاسيتات، قلت له بكره بجيب لك كاسيت. لي جبت له كاسيت كنت عم غني فيه كانت جمعه هيك بالعيله عم غني فيها طيور لاسمان، فيها سوبرانو بقى وهيك. فهو سمعها قال لي هذا انت؟ قلت له قال لي ما شاء الله. جيت ثاني يوم على الموعد لقيت كاسيت كان يعني مشغل الاغنيه ومعليها على الاخر. انا فرحت فايت لعندهم عم بيسمع صوتي وهيك. يعني نحن فتنا اول شيء انه هو كان بيكتب شعر وانا بغني. يعني نحن اصلا في بيناتنا تواصل فني، لكن هو بيسمع شيء مختلف عن اللي انا بغني عرفت. هذا وجه أيوة. الخلاف. لكن لا هو طول اليوم اصلا عم بيسمع اغاني حلو طول اليوم اكثر مني، وجيجي مثله. ومن هون بلشت قصة الحب. كيف طلب ايدك للزواج؟ كيف طلب ايدي للزواج؟ انت تزوجتي بعمر صغير كثير صحيح. قد ايه كان عمرك؟ لا مو صغير كثير، يعني 20 سنة. 20 سنة.
هلا كلهم عم يتجوز ل 35 هلا يعني 20 سنه قديم ما كان يعتبر صغير كثير عرفت. والله ما كنت انا مفكره حالي حاجه اصلا، ما كان في ببالي فكره الزواج، لكن احنا الفنانين هيك بتاخذنا العاطفه زياده عن اللزوم. بتعرفي بس يمكن لو ما تزوجتي بهذا العمر واخذك الفن ما عملتي اسره. ممكن مثل كثير فنانين يعني بياخذون الفن، في ناس بتقول لك لا انا ما بدي اتزوج، يمكن لو ما اجى زوجك على مخك ما كنت تزوجتي واسستي اسره، لانه بيجي بيقول لك الفنانين لا نحن بدنا نعمل اغاني وبدنا وبدنا. هلا انا كان بيهمني انه زوجي يكون متقبل لموضوع اني انا اكون فنانه، هو عنده تقبل لانه قال لي انت انا شايفك انت الفن بحياتك رساله، وانت لو ما عندك صوت وانا شايف انت شو كيف مشاعرك تجاه الفن، يمكن انا كنت يعني هو اكيد ما راح يعني يكون في ديكتاتوريه بالموضوع، نحن اثنين عقلانيين، لكن قال لي ما كنت بشجعك، لكن انا بشجعك لانه انا بشوف انه انت بتستاهلي. فدعم اهلي ومن ثم دعم جوزي وهلا دعم بنتي ودعم الناس اللي بتحبني، اكيد هذا الشيء كله بيعني لي لحتى انا كفي براحه نفسيه. هو دعمك بذا فويس؟ هو كان موجود جنبي طبعا، نحن كنا كل يوم سبت نصور، يوم الاحد تطلع النتيجه، فهو كان يكون موجود وانا ضلني متوتره على توتره، كثير بيتوتر هو اصلا، بيتجنب انه يكون موجود معي بالحفلات او هيك لانه هو كثير بيتوتر، عم يعني بخاف بلكي هلا خربطت، وانا حدا بينسى كلام اي معلومه يعني كل الناس بتعرف عني على المسرح بنسى. انتبهت يمكن كنت حاطه الايباد على المسرح حتى لو اغنيه من اغانيه بيسرقني اللحن وبنسى الكلام، فهو على قد ما بيتوتر بخاف يوترني فما بيكون موجود معي. وهذا الشيء يعني قد ايه يعني تحسي انه كان نعمه لإلك انه انت تزوجتي بعمر صغير وجبتي بنوته وهلا انتم ياها رفقات؟ طبعا اكيد كثير كثير نعمه. يعني بقول لك هي احلى شيء بحياتي والاسره، وانه انت تكون عايش يعني ما ناقصك شيء، يعني انا كمان لو ما كان عندي جيجي وانا هلا بهذا العمر اكيد هلا بيقولوا لك انه الفن اخذنا، لكن بيوصلوا لمرحله صدقني بيندموا. لا بتضل الانثى بحاجه لهيدا المشاعر، مشاعر الامومه ما في اعظم منه، ما في اصدق منه قد ما كانت انا مشاعري حلوه تجاه الفن، لكن لا توازي. بس انت قلتي لي شغله انه انت ضحيتي كثير، بتضحي مشانه بالسفر بالروحه بالجاي كذا، ما بتحسي كمان هذا الشيء قلل يعني مثلا قلل من شغلك اثر على شغلك؟ احلى ما ياثر على نفسيتي او نفسيتي، يعني خلص بعتبر انه شوف انا حدا بروح على راحتي النفسية، وين ما بتاخذني ما بضغط على حالي. يعني انت هلا قلت لي من شوي انا بحسك دخلتي الفن كانه انت بتحبي هاي الحاله، وانت على المسرح مثل كانك هاويه، نحن بنحسك فعلا انا هيك، يعني ما بحس انه انا في شيء لازم او في شيء ضروري او في شيء، لهيك انا لهلا ما اقتنعت اني امضي كونترا مع شركه او انه حدا يحتكرني، او انه حتى لو قد ما قدموا لي، لو قد ما كانت العروض مغريه ما بقبل احتكار. بس هذا شيء ممكن يريحي. لا يعني احنا بزمن هلا يعني مثل ما كان عم يقول لي محمود انه انت المسؤوليه عن الكلمات وعن الالحان وعن الكليب وعن كل شيء، بس انت ماديا ممكن. بس هلا يمكن ساعدنا شوي موضوع السوشيال ميديا، انه انت يعني انا هلا طنشي نزلت على قناتي على اليوتيوب كان في 1000 مشترك، انا اول ما عملت القناه صار هلا فيها شيء 150 الف مشترك بس من اغنيه واحده، اغنيتي ما دعمتها انا ما دفعت عليها صار فيها شيء 22 مليون، هذا الحكي من دون اي دعم مادي. انا كمان ما يعني بهمني هذا الموضوع انه انا ما بدي يعني هلا كم اغنيه ضربت من الاغاني اللي عم نسمعهم هلا، كم اغنيه ضربت من حدا يمكن نزلها هلا على جهاز موبايل؟ في كثير صح ولا لا؟ يعني دليل انه هلا صار في عنا نحن اسالي وسائل تانية. يمكن موضوع الكليب هو المكلف شوي، موضوع هلا انا في براسي كذا حدا ممكن انه لو معي شركه انتاج كنت بدي اخذ منهم اغاني، حدا يعني شوي بياخذوا هن غالي، لكن بقول لا معلش خليني انطر شوي فيما بعد باخذ منه احسن ما يكون في شركه تتحكم فيني. يعني هلا انت رافضه يكون عندك شركه؟ ولا اذا اجت شركه مثلا بشروط مريحه بالنسبه هلا شوف انا شركه تاخذ حقوق يوتيوب يعني منصات رقميه ما عندي مشكله، لكن تتحكم فيني موضوع حفلات وسفرات وقصص لا. انا في لي عالمي كمان اسرتي خمس شقيقات ستة وصبي ستة ووردة لا انتو ستة معك ايه يعني خمس بنات غيري وشب محمود كان عم يحكي عنك وشفنا انا قلت له يعني كان عم يحكي عنك لما فتي انت
وهو صحيح ما تشوفوا انه اللقاء اللي صار بيناتهم فيه مشاكسات، بس هني غير خلف الكاميرا. اي والله. محمود شفته عم يدمع لما انت كنت عم تغني اغاني ميادة، قد ايه يعني لك هذا الموضوع؟ وقد ايه انت متعلقه بها بمحمود يعني عن غير كل اخوته؟ خصوصا انا بشوفك يعني انت قلتي باللقاء انه بتعامليه كابن، عن جد انا بحسه قلت له هذا الشيء انه هي بتعاملك كابن اكثر. هلا محمود طلع بكير من البيت وانا كنت عايشه بلدي، هو كان عايش بالشام، بعدنا شوي عن بعض يعني فتره كانت 10 سنين او اكثر. يعني اكيد انا من لما كنا ببيت اهلي بتعامل معه لمحمود يعني انه هو انسان قد ما اوصف لك انه طيب قد ما اوصف. طيب ممكن لك لانه هذا التعامل او المحبه لانه هو وحيد؟ لا ابدا. على فكرة محمود إنسان مسؤول، يعني ما إنه وحيد، يعني إنه هو لا لا أبداً، يعني بابا وماما ما كانوا عاطينه هاي القيمة إنه هو وحيد، لا أبداً. يعني كان في مدللة بالبيت أختي حنين وأنا أكثر منه، يعني بالنسبة للدلال خلينا نقول إنه يتعاملوا معه كوحيد، لا كان عنده إحساس بالمسؤولية ورجال من طفولته، بس كان يحب البنات والبنات يحبوه بطريقة مخيفة. عنده هيدا القصة. مع انه الوحيد دائما بيقولوا له عنه بيطلع منعنع. ايه ايه كان من صغره عنده يعني يلبس، يعني بتذكر شو كان طفل السال اللي تقوم الرسمه. والله فضحك كثير، لا حكي كثير شغلات. انا سمعته عم روحي خليني احكي عنه شغلات. وافتحي ملفات. والله بالعكس ليك انا بحكي، انا اللي بحكي، هاتي لنشوف حكي. بس انا بدي اقول لك انا هو في ميزه واحده بس. هلا شوف انا بقول طيبه القلب وقت اللي بنسأل عنها بعتبرها من صفاتي الحسنة مو السيئة، يعني وقت اللي أي حدا بيسألني شو صفاتك الحسنة بقولهم طيبة قلبي، لكن محمود صارت أوفر بقى طيبة قلبه، بدي قلله شوي خففها. شغلة تانية هو الشخص الطيب بيكون انفعالي زيادة عن اللزوم، عصبي، هذا الإنسان اللي بيعصب بسرعة وبيهدى بسرعة، بدي قلله روق شوي، الحياة والله قصيرة وما بتستدعي كل هال العصبية. الجانب الثاني بقى على الصعيد الإنساني مطاء، محب، فنان، مثل ما هو كان عم بيبكي لما أنا عم غني وصلتني مشاعره، أنا أكيد أنا نفس الشيء لما هو بيطلع على المسرح نفس الحالة. قلت له أنا بحب هي العلاقة الأخوة المتينة بيناتكم، يعني أنت أنا بعرف أنت وحنين و محمود، يعني انا انت ومحمود اكثر من حنين، حنين صحيح. ما كثير علاقتي فيها قويه يعني، بس انه انا بحسكم مع بعض، يعني كنا عم نحكي، يعني انا كنت عم اقول له لمحمود انه قبل ما اجي على اللقاء كنت عم بحكي مع ناس انه انا رايح عندي لقاء مع هاله ومحمود، اجوا هن كمان حكوا انه يعني قد ايه هن بتشوفهم مع بعض. انت بتعرف وقت اللي انا مثلا بيكون عندي لقاء اعمال لاي فرصه انا يعني بسعى اني اطرح اسم محمود وحنين قبل ما اطرح اسمي او قبل ما احكي عن حالي. هلا انا بعرف لانه انت حتى بزبويس معروفه قصتها اني رحتي مشان حنين. مزبوط، ونفس الشيء محمود، يعني نحن عندنا هيدا المشاعر سبحان الله، يعني كل واحد فينا بيحب الخير لغيره اكثر ما يحبه لحاله، انا مآمنة فيهم لدرجه ما بتتخيلها، يعني بتطلع مثلا محمود ما شاء الله عليه. قد ايه بتعطي لمحمود من 10 كمطرب؟ والله بعطيه 100 مليون بعطي قسما بالله. لانه اخوك؟ لا ابدا ولا انه اخوي، يعني انا بقيم. اي احلى اغنيه بتحبي له اياها؟ كثير اغاني بحب له اياها. اغنيه شيلوها بعيونكم بحبها كثير، هي الاغنيه اللي قدمته يمكن بحب كثير والله بصراحه، كل اغاني هو بغني باحساس عالي محمود. طيب وبالنسبه لحنين هلا انتم ثلاثه تكون رح تعملوا اغنيه مثل ما وعدتونا؟ ان شاء الله. امتى رح تشوف النور؟ خلص بدي اعرف القرار يعني مشان ما اعطينا موعد، يعني انت هلا لا بقت يعني اوكي خلص بدنا موعد، اتهموكي لك. انت بتعرف انه انا وحنين كنا قاعدين عم نتعشى لما كنت باخر زياره بسوريا وقالت لي ولهال انا وياكي خلينا ننزل هلا شيء مقطع هيك على الانستغرام، قلت لها طيب، قالت لي خلينا ننزل شيء هلا نحن نكتبه وانا بعطيكي لحن معروف خلينا ننزله، قلت لها ماشي تعي ما عم باكل انا مسكت ولا ما مسكت ولا قلم على الملاحظات، كتبت يا خيتي بفديك بروحي ودمي، هيدا لحن معروف لاغنيه هي ذكرت لي اياه، فانا قلت لها غني انا شيء بيعبر عن محبتي الي ومحبتك الي ومحبتي الك وضربت
انت بتعرف انه اخذت ملايين المشاهدات. انا صرت اضحك انه قديش الناس ناطره تشوفنا نحن باغنيه ثلاث ايام. طيب كيف اذا ثلاثه مع بعض؟ شايف؟ فنحن وعدنا الناس بوقتها وعملنا هلا صورنا نحن عملنا جلسه تصوير. انا قبل ما اجي لهون قلت له حنعمل جلسه تصوير وهلا احنا عم ننتقي اغنيه. بعثوا لي اغنيه بس بصراحه ما حسيتها انا الشيء اللي انا بدي اياه. ناطرين اغنيه ثانيه. حاعمل اغنيه انا وحنين تحكي عن الاخوات ورح نعمل اغنيه انا ومحمود وحنين ورح اعمل اغنيه انا ومحمود. ففي ثلاث اغاني هلا عطل. وعد وعد مني وعد. هلا الوقت معك بيمضى بسرعه وبدي اقول لك شكرا كثير لك وانا انبسطت فيكي وانبسطت بمحمود وانبسطت بلقائكم مع بعض. يعني كانوا لك. يعني حلقتين مميزات. شكرا كثير لك. شكرا لك تمام. انت اللقاء معك ممتع لانه انت بتعطي روح للقاء. شكرا لقناه الان. شكرا لك. ان شاء الله دائما هيك بكون في. ان شاء الله قريبا نسمعكم هيك مع بعض ونشوف الديوهات اللي ناطرين المنتظره. شكرا. هلا وشكرا لك اللي عم يتابعنا بشفافيه مع تمام. نستمر معكم. تابعونا.